تنطلق مساء اليوم بنادي غلا للغولف البطولة الخليجية للفئات العمرية والفتيات للغولف، والتي تستضيفها سلطنة عمان وتستمر حتى 27 من ديسمبر الجاري، بعدما أنهت اللجنة المنظمة كافة التحضيرات والتجهيزات لانطلاق الحدث المنتظر، والذي يشهد مشاركة 5 دول خليجية، وهي سلطنة عمان والإمارات والسعودية والكويت وقطر. طبعا استعدادات البطولة الخليجية الحمد لله كل الأمور ماشية على قدم وساق بشكل جيد، مجموعة تحت 13 جاهزين وفريق نسائي جاهز كذلك، ونأمل إن شاء الله المنافسة تكون روعة وقوية، يعني ونتأمل إنه التلفزيون يتواجد خلال الأيام البطولة اليوم بين 23 إلى 27 من الشهر هذا، وأظن بتكون منافسة قوية. كما وضع اتحاد الغولف إعداد منتخبين الوطني نصب أعينه حتى يكون في أتم الجاهزية للمنافسة على منصات التتويج، حيث تعد هذه البطولة بمثابة الطاقة المحفزة للعطاء ومنبع جيد لاكتشاف المواهب ونمو خبراتها بشكل تدريجي متصاعد. المنتخب جاهز وفعلا عندنا تدريبات مستمرة لكل الفرق اللي راح تشارك، بالإضافة إلى يعني تدريبات مكثفة شبه معسكر، يعني في باقلنا أسبوع فعندنا يومين أو 3 أيام يعني تدريب مكثف في هنا في نادي غلا، لأنه المباريات كلها بتكون في نادي غلا. وحرص الاتحاد العماني للغولف في الاستعداد المبكر لهذه البطولة بهدف ظهورها بالمستوى التنظيمي والفني المميز من أجل إيجاد أفضل الأجواء التنافسية للمشاركين.